استاد المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية إنجاز عصري في مصر. يسع ما يقرب من 92 ألف متفرج، أكبر ملعب في الشرق الأوسط، يعد صرحاً عظيماً وواحداً من أكبر ملاعب العالم. يحتوي على غرف فندقية، يضم مناطق تجارية والعديد من الأمور التي تحدث لأول مرة في مصر. الفريق القائم على المشروع يهتم بأدق التفاصيل لخروج المشروع بالشكل المشرف.